نايف الهزازي، أول شيء نقدر نقول مبروك لأنه قدمت مباراة كبيرة جدا ونتيجة إيجابية، كان ممكن تخرجوا بفوز أيضا. الحمد لله على كل حال، لسه أنا ما أقدر أرد عليك الحين أقول لك الله يبارك فيك، ولكن إن شاء الله بإذن الله في الإياب. لكن الحمد لله الفريق اليوم ما قصر، شفت الروح اللي في الفريق الشباب اليوم كانت حاضرة. نبغى الدعم من الجماهير إن شاء الله، جماهير السعودية عامة بإذن الله، وجمهور الشبابي خاصة إنه يكون متواجد إن شاء الله مباراة الإياب. هذا فريقكم، شوف اليوم حالة الملعب الحمد لله في ظل الظروف والأمطار والأوضاع اللي كنا فيها، الحمد لله الفريق قدم كل اللي عليه، نقول الحمد لله على كل حال. الآن نرجع إن شاء الله نركز في الدوري، بحكم إن إحنا ما لعبنا ولا أي مباراة في الدوري ولا أي مباراة تعتبر يعني تعتبر حاسمة، تعتبر من ضمن يعني إن كانت تفيدنا في الآسيوية. الحمد لله الفريق اليوم قدم يعني كل اللي عنده، لكن إن شاء الله لسه في شغل إن شاء الله في الإياب بإذن الله. يعني راضي على المستوى؟ والله أنا ما بقول لك أنا راضي، هذا راضي على المستوى، هذا ترجع للمدرب. لكن أنا كلاعب وكزملاء اللاعبين الحمد لله اليوم قدم كل اللي عليهم، لكن الله ما وفقنا شيء في الأهداف الحمد لله. تعادل مرضي والله الحمد، لكن إن شاء الله بإذن الله في الإياب نوعد إن شاء الله جمهور الشبابي والجمهور السعودي اللي إن شاء الله لازم يكون متواجد معنا في الإياب بإذن الله. كل التوفيق، شكرا جزيلا لك.